نجاة علي حسن الجداوي، ده أنا وشهرتها رجاء الجداوي. أحلى تربية تربيتها، وإذا كان فيا حاجة كويسة يبقى اللي زرعتها جوايا الراقصة فحيا كريم. جراج في اتوبيسات في تومنباي في حدائق القبة، الكمساري اللي يجيب 12 جنيه الحصيلة اديله ريال 20 قرش، مفيش غير كده بس، واخد 11 جنيه و70 قرش. ولكنك باسم الحب طلبت كل شيء. فاتن كانت تقول لي اقول الجمله ازاي؟ لا قوليها كذا، حسيها الاول وبعدين قوليها. انت ليه بتتسرعي؟ ليه بتقولي الجمله على طول؟ تلقي الجمله اللي قدامك وحسيها وبعدين ردي. سرك هنا في قلبي محدش هيعرفه ابدا ابدا، ولا ماما. حبيبتي ربنا يخليك لينا. طب هتقولي لها ايه؟ مش هقول لها حاجه ابدا، ماما طيبه قوي ما بتدققش. بقيت محبوسه في اطار وتدخل الكادر فتاه انيقه تطلع انت. هاي يا بابي هاتوا رجاء الجداوي. وساعات كان يبقى فتاه انيقه يجي الدولاب قبل رجاء الجداوي. كلنا بني ادمين زي بعض، خد المواد. مين خالة أم هدى دي؟ مش أنت برضه خالة أم هدى ولا أنت مستبنياها؟ أنا جاي خالة أم هدى يا عاصم، يا عاصم أنا بتهزأ يا عاصم، اسكتوني أنا عايزة أم عليا، إيه شبكة أبلة طازة فيا؟ أبلة طازة مين؟ وسيدات أعضاء جمعيتنا الموقرة. أعضاء إيه وموقرة إيه يا طن؟ اسمها أعضاء جمعيتنا الموقرة. أصلا يا فيفي من زمان، من أيام ما كنت في الإيكول، يعني كنت ضعيفة شوية كده في حبة حروف. بقولك إيه؟ ما تشيلهم لي من السبيتش بتاعي. عال؟ عال على اسمك وأنت؟ لا يا ماما، أنت مش هتعيشي عال على حد. ماما بطلولي، ما حدش جه من عيلتنا يا عال. مين يا شيماء اللي هيجينا يا حبيبتي؟ كلهم طلعوا في الصورة. جدك الله يرحمه صمم انهم يحضروا كلهم الحفله، والغريبه بقى ان ما حدش اعتذر، جم كلهم. ساعات بحس بالغربه قوي، اذا لم يكن هناك حد من جيلي معايا في الكاست بحس ساعات بالغربه. ولكن انا من الشخصيات يمكن اللي جددت دمها، يعني اللي مع العصور قدرت اتطور. سبتي طلبتيه بالبنيات والشلاليت والجزر. يا لهوي عليك، طب كنت هات الخضار الاول معايا اضربيه. المهم انت فين دلوقتي؟ في الاسم. خدك على الاسم؟ مش انا اللي وديته الاسم. امال مين؟ الاسعاف. يا لهوي يا اختي يا لهوي. انا كل حياتي صدفه، كل حياتي. انا مؤمنه جدا بالقدر. مهما عملتي ومهما سعيتي، الخطوط العريضة اللي في حياتك مكتوبة تروحي لها عن طريق شبرا، تروحي لها عن طريق القناطر، لكن هتوصل للعين. يعني يوم ميلادك، شهادتك، هتتجوزي مين، هتعملي ايه، هتخلفي مين، طبعا هموت امتى. براد بقى لما خطب انجلينا ما خطبهاش على طول كده، لا قعد 6 سنين يعرفوا بعض.
وبعد ما خلفوا ست عيال راح لها لغاية عندهم على الأولاد وطلب إيدها. انت عارفة أنجلينا لو عرفت انك بتشبهي نفسك بيها ممكن تعمل ايه؟ ممكن تنتحر عادي. قليل أدب. أنا مثلة كويسة، حطيني في أي حتة هسد، لكن حب الناس اللي في الشارع ليا بيقول لي انت لينجمة قوي.